عشان في بعض الحاجات دي انت كده لازم تقراها، يعني انت خلي بالك منها في الرب. انا حسيت انا مش حلو كل البروجرام سنسوري، يعني حسيت لك بعض الحاجات كده. انا حليت لك منهم اثنين كده، كان عشان ده 85 دول اللي كافيين انك انت تقدر تحل بروجرام سنسوري. طيب انا كان في ناس تعليق على الليكشرز اللي فاتت في اخر الاسئله، بعض الناس سالتني كتير عليهم، فهعيدها بس سريعا. هي بتاعت الويف فانكشن، وعاوز انبهكم بعض الحاجات اللي خلي بالكم منها. دلوقتي بس خليك معايا مش للناس اللي بتتكلم دلوقتي، في حاجتين تخلي بالكم منها في كل البروجرام، ان اي انرجي بتزيادها زي ما احنا اتفقنا لازم هي بتنتج انرجي الا لو قال عكس كده. طيب في حاجه برضو معلومه ثانيه، افرض قال لك فري بارتكل، فري الكترون، فري مثلا بروتون، اما بيقول كلمه فري يقصد بيها ايه؟ يقصد بيها انه ملوش بوتنشال انرجي، ان المكان اللي بيتحرك فيه مفيش بوتنشال انرجي. بعد كده يخش في بوتنشال انرجي دي حاجه ثانيه، لكن اما يقول لك كلمه مثلا فري الكترون، معنى كده لو سمعت كلمه فري بارتكل واديتك الكاينتيك انرجي، كان الكاينتيك انرجي تقريبا تقدر تجيب منها التوتال انرجي، مفيش بوتنشال انرجي. فخلي بالكم الاكسبريشن ده بتستخدموه كتير، وفي الكوانتم ميكانكس بالذات. الكوانتم ميكانكس لما هنيجي في الشرينجر ايكويشن هيبقى فيها بوتنشال انرجي. لو قال لك فري الكترون بيتحرك او فري بارتكل بيتحرك، يقصد ان المنطقه اللي بيتحرك فيها دي البوتنشال بتاعها بكام؟ بزيرو، يعني مفيش تقيد للمكان. طيب بصوا اول حاجه المره اللي فاتت اخدناها كانت الانصاري، انا بس عايز اخر بروبلم اللي في ناس كتير سالت عليها بعد المحاضره. الانصاري اللي انت عرفت عنها هي مرتبطه بالبروبابيلتي، بس اللي فهمناه ان البروبابيلتي مش دايركت مع الانصاري، هي الانصاري ايه؟ سكوير، او في بعض الحاجات بنكتبها الانصاري انصاري كونشنت. يعني بس معنى كده انك انت كل ما هتلاقي الامبليتيود بتاع الاكساي كبير او الاكساي سكوير هتفهم ان الجسم هنا موست بروبل ان هو يكون موجود. بس في برضه حاجه ثانيه ان الاكساي بتدل لك عليها. انت عندك الويف لينس. ايه هي الويف لينس؟ الويف لينس اسوشيتد وذ الكوارت. ما تنساش في نفس الوقت هي ريليتد لاتش على بي. فمعنى كده ان عرض الويف لينس يدل على ان المومنتم عالي او قليل. يعني في حاجتين لما بتترسم الابساي فانكشن تقدر من الابساي فانكشن انك انت تستنتج بعض المعلومات. بعض المعلومات دي بتبقى ايه؟ حاجتين، يا اما عن طريق الامبليتود بتاع الابساي، يا اما عن طريق الويف لينس بتاعت الابساي اللي هي الويف الاسوشيتد. دي كانت المساله اللي موجوده، بس يمكن عشان احنا اخذناها في اخر 10 دقائق كان بعض الكتاب ما كانش مركز فيها، فانا هوريها لك دلوقتي وبعدين هكمل حل الشتات. انا جايب لك برضه معايا كم بعض الرسائل من بره كده ساعه. اسمع بص هنا، لو مثلا انا هستخدم السبوره بعد كده في الاضاءه يعني مش مشكله بالعكس احسن. بص ايه المساله اللي مديها لك هنا؟ هو مدينك ان بوتنشال انرجي بيتغير في مكان. البوتنشال انرجي ده بيتغير بالتدريج وبسيط جدا، وبعدين بيجي عند الجناب بيبقى انفينيتي. سؤال، يعني ايه بوتنشال انرجي انفينيتي؟ مكان البوتنشال انرجي بتاعه انفينيتي يعني معناها لا يمكن تتواجد فيه. عشان تتغلب على البوتنشال انرجي وتتواجد انت عاوز الانرجي بتاعتك تبقى انفينيتي. مثال مثلا لحاجه زي كده، لو جيت انا قلت لك ادي المجرد هنا البوتنشال انرجي فيه زي الارض المدور.
المدرج، تخيل ناحيه المدرج اللي تحتيها ب 1000، فهنا هيبقى عندك اليو بتاعتك بكام؟ بزيرو، تقدر تتحرك في الحته دي زي ما انت عايز. تخيل ان انا جيت لك على الجدران، خليت لك الجدران دي عاليه جدا. معنى ان الجدران عاليه جدا ان انا هقول لك هنا كاني يو تنس للفيلم. طيب هتفهم من كده على طول ان البارتكل تراب فين؟ جوه، يقدر يتحرك جوه زي ما هو عاوز، لكن اكيد ما يقدرش يخرج. ده اما تيجي تتكلم عليه بقى بصيغه الابساي، ما هي الابساي هي البروبابيلتي. ده معناه ان الريجن ده لازم الابساي فيه تبقى بكام؟ بزيرو. لازم الريجن ده تبقى الابساي فيه بكام؟ بزيرو. لانه لا يمكن يتواجد الجسم، ما فيش تواجد، يبقى البروبابيلتي صفر، معناها الابساي بكام؟ بزيرو. طيب الكيس بقى اللي عندكم في المثال ده مختلف شويه، ان هو عامل ازاي؟ هنا وبرضه في الان بينزل، لكن في النص هنا البوتنشال بيزيد شويه، وبعدين يجي عند ال عند زيرو والال برضه نفسهم زي هنا مثلا زيرو والال، هنا يروح الى انفينيتي خلاص. وبيقول لك ان الانرجي بتاعت البارتكل اللي موجود جوه في الاي في كونفينيتي، يعني الانرجي التوتال انرجي بتاعت البارتكل عندك. نفهم بقى حاجتين من هنا. اما يكون عندك توتال انرجي كونسبت مش هتتغير. التوتال انرجي دي في كل وقت هتبقى هي البوتنشال وي الكينيك. طيب معنى كده ان الجسم في الحته دي والحته هنا هيبقى الكينيك انرجي بتاعتك عاليه، ان البوتنشال بكام؟ بزيرو. هنا الكينيك عندك هيبقى اقل طبعا عشان في بوتنشال عالي معظم. طيب البوتنشال انرجي او الكاينتيك انرجي اللي نتكلم عليها ريليتد دايركت بالمومنتوم، يعني اي مكان فيه كاينتيك انرجي عالي لازم هيبقى فيه مومنتوم عالي. حتى لو شغال كلاسيكال ابسطه، انك انت عندك الكاينتيك انرجي هي بي سكوير على 2 ام، 2 ام ده ثابت، يبقى انت عندك دايما البي بتتناسب مع الكاينتيك انرجي. طيب هي لو العلاقه دي ان البي عندك في مكان زي لازم الويف لينس هيبقى قليل، لو البي عندك قليل الويف لينس هيبقى كبير. دي تقدر تشوفها بقى من اول ريليشنز هنا فوق على طول، انك انت لو بصيت على الويف لينس اهي يلا دي باينه بقى من هنا واضح طبعا هنا ان يعني ادي الويف لينس، هنا الويف لينس اكبر، هنا الويف لينس اكبر، واضح المنطقه اللي فيها الويف لينس صغير قوي معناها ان المومنتم عادي. يبقى دي كنت تقدر تستنتجها بقى بعد كده لما تشوف اي ساي فانكشن، انك انت المكان اللي هتلاقي الويف لينس صغير هتفهم ان المومنتم عالي، معناه ان الكاينتيك انرجي عالي. طيب الحاجه الثانيه، طبيعي لو انت عندك جسم بيتواجد في مكان هنا الكاينتيك انرجي بتاعته سريعه، هنا الكاينتيك انرجي اكبر، البروبابيلتي ان انا اجد الجسم لو تخيلوا فعلا انت عندك مثلا حاجه عاوز تعملها شوت بتتحرك في الاول ببطء وتتحرك في الاخر بسرعه، فين المنطقه الاسهل انك انت تنشن فيها؟ البطيئه، انها هتبقى البروبابيلتي بتاع تواجدها فتره طويله اكيد موجوده في المكان ده، اما هتبقى السرعه عاليه يبقى البروبابيلتي بتاع التواجد في المكان ده ايه؟ اقل. طب ما ده نفس الكلام اللي احنا بنقوله بقى، هنا الكينيتيك انرجي السرعه عاليه جدا يبقى البروبابيلتي قليلة، هنا برضه الكاينتيك انرجي او السرعة قليلة فالبروبابيلتي اكبر. ده هتعرفها من الرسمة فوق ازاي؟ بصوا على الامبليتيود، هتلاقوا الامبليتيود في الاخر خالص، الامبليتيود طبعا في الاول واضح انه صغير وبعدين عمال يكبر، كون انه بيكبر يعني معناها ان موست بروبابل انه هيكون موجود فيه الجزء الاخير منها. دي بس عشان تفهمك ان الابساي اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي اسوشيتد ويز البروبابيلتي هي ليها علاقه بالبروبابيلتي، بس مش هتدينا بس تواجده بس، هي بتدينا معلومات اكتر بكتير جدا. تقدر تقول لي سرعه الجسم كام، تغيره كام، الكينيتيك انرجي كام، اند سو اون، وده اللي احنا هنبتدي نعمله بقى فيه لما نرجع ان شاء الله بعد الاشكال بتاعت كتير، بس عشان يبقى الجزء ده على الاقل خلص واتفهم. دكتور نعم، هي ما قلت لك يوم انفينيتي جدار عالي ما تقدرش انك انت تتخطاه. يعني انت النهارده لما تيجي مثلا اجي اقول لك انك عندك رصيف او كوره بتتحرك على ارض وفي رصيف الارتفاع ده. ايه معنى اليو بتاع الارتفاع ده؟ ان الكوره دي عشان تطلع هنا
اما تكون انت فعلا عاوز انك تطلع كره على راسك تعمل ايه وانت بتشوطها؟ هل بتشوطها بالراحه؟ ولا بتحاول تديها هي سرعه عاليه تديها ديسبيسمنت لفوق؟ صح ولا غلط؟ يبقى دي متحملات انك انت تقدر تتواجد في المكان ده او لا. لكن لو انا جيت قلت لك يوم انفينيتي يعني معناه عشان تجتاز المكان ده انت عاوز انرجي ايه؟ الكلام ده بالنسبه لي مش عمال. طب مش مهندس انا بديك مساله بارير موجود في مكان. معنى انه بارير لانفينيتي معناه انك انت لا يمكن تتخطى هذا البارير. ما هو انت ما تكون موجود في انك انت مثلا اديك مثال ذره الهيدروجين الالكترون موجود في الليفل الاولاني. هل بيقدر يطلع اي ليفل تاني؟ الا لو انت اديته ايه؟ انرجي. معنى كده ان كل ليفل من دول كانه بارير ما يقدرش يختاره الا لو اخذ الانرجي ده. لو افرض بقى انك انت مثلا ماده زي الخشب الالكترون الموجود في الخشب بيقدر يسيب مكانه؟ لا، انه انسليتو ده كان البارير ايه على طول؟ بالنسبه له كانه انفينيتي مهما مديته من انرجي. هي طبعا مش فاينايت طبعا يعني مش انفينيتي لكن عاليه جدا. بدليلك انت اقعد سخن في الخشب جاي ما هيتحرق وبرده مش هيبتدي كونتاكتيفيتي يعني معناه ان الالكترون ما سابش مكانه قدر ينتقل. يبقى معنى كده ان الالكترون ده جوه الخشب في بارير قدامه ما يقدرش ان هو يعدي. خلاص؟ فهي كلمه بس انفينيتي هي ممكن انفينيتي انا يعني نوصل فيها انرجي فيري هاي انك انت ما تقدرش تاخدها. يعني هو رقم انفينيتي ده مكتوب فيري لونج واير بانفينيتي. هو في لونج واير انفينيتي فيزيكالي؟ لا. لكن لو انا واقف على بعد مثلا ملي منه او 2 ملي ده هو طوله 10 متر، 10 متر دي بالنسبه لي تمثل كانها انفينيتي. طيب في حد عنده اي سؤال هنا تاني في الجزء ده؟ اوكي. ننقل بقى على بعض الحاجات كده شويه. هديكوا برضه اكسرسايز تاني من بره قبل ده. برضه عاوزك انك انت تبص له. هو ده كان ميت ترم قبل كده، انا مش بقول لك ان ده جاي لك او حاجه، ولكن عشان بس في جزء بتاع الفيس فيلوسفي والجروب فيلوسفي ناس كتيره برضه بتسال فيه، فيعني يمكن في ريليشنز كده او اكسرسايز ممكن ان هو يفيدنا. من المالتيبل تشويس اللي جاي.
بس يعني بالطريقه دي الحقيقه انا شايف ان ده هيبقى مشكله كبيره لو فضلت بالمعتقد ان مش ممكن ماده بالذات هي كوزيك فيها كتير الماده دي مش معادلات الفيز فيلوسيتي والجروب فيلوسيتي ده كونسبت اتكلمنا فيه الفترة كنا كده نريد حتى بسالك ايه الفرق بينهم ما تعرفش فحر. طب انت حتى جاي معلش انا سؤال انت جاي ليه عشان احل الشيء ما انت الفيديو عندك ما انا كل ما هكلمك على معادلات انت ما تعرفهاش ايه قيمتها يا جماعه برضه ولادي ما فيش متعه ايه يا باشمهندس حتى لو واحد انا عارف ابص للعدد انتوا في حدود دلوقتي مثلا نقول 250 250 لما الريش تبقى طبيعيه ان على الاقل 6 70% يبقى عارف ايه الموضوع ده ايه مش الريش يبقى 5 6 من 250 احسب بقى 5 6 كده الريش بتاعتكم تبقى كام؟ ما تطبق حضرتك اشرح لك مثلا اصل كده حاجه حتى تضايق الانسان اللي شرح لك حاجه هو بيتكلم واحنا قاعد في الهواء وقبل الامتحان ما فيش يعني. انا اقصد اديلة اللي هي ان المسائل على الجروب فلوسطي والفيز فلوسطي في شيك والعيال انا عشان اراجع لك حاجة مش موجودة عندك ممكن تغيب عليك عليك يعني كانت غريبة واضح جدا في بعض الامبريشن على الوش انا بحس بيه
اعاء يمكن من نادره جدا في اولى كهرباء ان انا شفت شكل. ان ده معناه برضو الناس قرويين جدا مع الامتحان فيري جود. باشمهندس مش مساله واحده هحكي لك دايركت من الشيت. انسى دي تمام. نفس الطريقه اللي بصوا على الامتحان السنين اللي فاتت كلها الشيتات بتاعت جوع ساعتها الامتحانات انا مثبت الشيتات عشان ما اقعدش اغير افكارها كتير. لكن الامتحانات مختلفه بس انا مش بجيب لك حاجه اوتسايد ما تقوليش هنا في كلمه واحده جات لك من بره. ده تعريف الفيز بلوسي ده تعريف الجرو بلوسي ده تعريف الجي اللي هو دبي على لندن اللي هو اساس اشتغلنا بيه كتير جدا. انا ما فيش كلمه جبتها لك من بره انا كل ما فيها بس ببتدي اربط ريليشنز مع بعضها. إذا كنت أنت غير قادر لكده يبقى القسم ده اختار بطريقة صحيحة مش مهم. عشان بس أكون صريح معاك حقيقي هي كل شغلك كده. إحنا كل شغلنا في الإلكتريك إنجينير في أي برانش هو ديزاين. زي ما أنت لازم تفكر إزاي إنك أنت بتحول الريليشنز اللي عندك. مش حاجة ستامب هتحطها. طبعا مين اللي داخلين كوميونيكيشن دي أكتر. يعني هنيهم حاسبات هنيهم باور. حتى باور فيها برضه شغل كتير جدا في كده تحويل حاجة عشان تقدر تديزاين بيه. فاعمل دي بقى وشوف اي ريليشن من الموبيل. بعد كده افتح لي بقى بروبلم سيت 3 وحلها. Thank you.
يا محمد المحلات دلوقتي خلصت. ارفع ايدك من فضلك يا باشمهندس كده. ارفع ايدك جامد عشان يبقى ايدك. انا عاوز بس زمايلك يبصوا. شوف انتوا عددكم كام وكام واحد يقدر يحط مارك شويه. يعني والله ما يجيش منكم 12 شخص من اللي قاعدين دول. و
وعشرة بالذات دي انا شرحتها باستفاضة عشان الناس تاخد بالها ان اول ما تظهر الويف بروبرتي الانرجي بتبقى كوانتايز. يعني امتى الانرجي تبقى كوانتايز؟ في حالة وجود ويف بروبرتي، وطبعا ان الجسم يكون كونفايند يعني محشور في مكان محدد او موجود في حتة محددة. ارجعوا للسلايد هتلاقوا الاكزامبل ده انا شرحته، يعني هي نمرة 10 دي حتى لو بصيتوا على الفيديو هي اكزاكت اللي انا شرحتها جوه المحاضرة. نرجع بقى لواحد واثنين، نبتدي بواحد يمكن هي تفكرك اكتر شوية. بيقول لك اثبت ان الريشيو ما بين كومبتون افكت كومبتون ويفمن لندرز. انا بقى في كل واحده منهم وانا بمسك اي ريليشنز هحاول ان انا افكرك الريليشنز دي تستخدم ازاي، بحيث ان انا بالطريقه دي اساعدك شويه على المراجعه. انا واضح طبعا انت سبت الحاجه بقى لك فتره، في حاجات كتيره جدا هتبقى منسيه. بصوا من فضلك كومبتون افكت الريليشنز بتاعتك كده، بتقول ان لامدا داش ناقص لامدا مود هي عباره عن لامدا كريتيكال اللي دي بيقصدها او لامدا كومبتون هو في واحد ناقص كوساين في، حيث ان لامدا كومبتون دي هي اتش على ام نوت فين في سي. تتكلم معايا من حاجتين، المعادله دي تستخدمها لامدا داش دي السكاتر فوتو، اللامدا نوت ده الانسيدنت فوتو. هنا عندك لامدا سي طبعا خلاص انت عرفت اللي هي الكومبتون ويف لينث، هي القيمه بتاعتها لو عملتها بالارقام هتطلع لك 2.4 بيكو متر، فيعني هي مقدار تقدر تحسبه على طول ثابت، انه هتلاقي كل الثوابت دي موجوده في الهيدر بتاع الامتحان، حتى لو في موجوده عاوز تحسب لامدا سي تقدر انك انت تحسبها. انا هنا بس بركز على حاجه، التفتيته هنا يعني كده السكاتر بتاعت الفوتون مش بتاعت الالكترون. انت عندك لما وانت نازل الفوتون بيتحرك والالكترون بيتحرك، دي الانجل بتاع الفوتون تمام. برضه اللمبه بتاعت الكلورين هي اتش على بي، بس ما تنسوش بي بتستخدم نون ريلاتيفستيك، يعني لو سرعات عاليه لازم تعوض عنها بالاتي، انك انت هتقول هي الجنرال اتش على ام في في، بس تنساش ان ام نفسها ممكن تبقى ام نود على جذر واحد سي سكوير على سي سكوير. مهم جدا تخلي بالكم من دي وانتوا بتشتغلوا، هل هتشتغل ريلاتيفستيك ولا نان ريلاتيفستيك. دي العلاقات الوصولة دي دي هو دلوقتي بيقول لك اثبت ان العلاقة ما بين لندا اللي هي كومبتون على لندا الثانية اللي هي لندا بتاعة اللوري، يعني هو ده اللي طلبه لندا على لندا، هي بتساوي الجذر بتاع اي على ام نوت سي سكوير ماينس كل ده سكوير ناقص واحد، وده العلاقه اللي انت عاوز انك انت. بص اما هتبتدي بحاجه زي كده دايما ابتدي بالفيرست برنسبلز روت. انت كل البارت الاولاني عشان افكرك بيه، انت عندك هما تو ريليشنز الاساسيين في كل شغل، واحده منهم بتربط لك التوتال انرجي بالريست ماس انرجي بالكاينتيك انرجي، والثانيه بتربط لك التوتال انرجي بالمومنتم بالريست ماس انرجي. فانت التو فورم اللي انت بتستخدمهم ان اي بيسموه اي نو بلس الكاينتيك انرجي، وحذاري مخطط من اللي انتوا بتعملوه في الامتحان. اي نود اللي هي 0.511 ميل دي بتاعت الكترون. انا كتير جدا اقول لك بروتون بيتحرك بكذا الاقيه بيتعامل ب 0.511 ميل. كارثه بقى. طبعا بروتون قد الالكترون 1300 مره، فمش ممكن تبقى الام نود هي، فلازم في الحاله دي تبص كويس المساله، هو معطينك ده على بروتون ولا على نيوترون او او او. يبقى ايه بيساوي ايه نوت جذر الكاينتيك انرجي، وفي نفس الوقت دي ممكن ليها علاقه ثانيه ببي سكوير سي سكوير زائد ام نوت
دول الفورمولا اللي انت بتستخدمها. وقلنا برضو اما باجي استخدم الريلاتيفستك والنون ريلاتيفستك قدامك حاجتين هتركز عليهم، يا اما ان السرعه اديها لك صراحه ان السرعه اكبر من 0.1 سي وخلاص كده دي هتعتبرها سرعه عاليه بتستخدمها، يا اما ان انا هقول لك ان الكاينيتك انرجي اكبر من مين؟ اي نوت. انا ما بقولهالكش الحقيقه، انا بدي لك الاي نوت هي 0.511 مين دي والنوت. فلو انا اديتك كاينيتك انرجي اكبر من دي او يعني شوف لو هي اصغر منها 20 30 مره هتقدر انك تعملها. ما هو 20 30 مره معناها ايه؟ معناها ان الكاينيتك انرجي فيري ويك. فيري ويك معناها ان انت ايه هي نفسها اي نوت، عشان كده الماس ما اتغيرتش تغير محسوب، هتبتدي تستخدم الام نوت ثابته وتحل حاجتك بسهوله. يا اما ممكن في مساله صراحه يقول لك يوز نون ريلاتيفستك ريليشن، لو هو قال لك يوز نون ريلاتيفستك يبقى انت دايما هتفرض ام هي نفسها ام ايه؟ ام نوت. خلي بالكم وانتوا بتقروا المساله كويس جدا. في طريقتين يقولها لك، يا اما تيجي في اكبر او الكاينيتك انرجي اكبر، او لو هو عاوز يجبرك على سمبليفايد معين ان يقول لك يوز نون ريلاتيفستك ايه؟ ريليشن. ادي المساله خلاص. هي على فكره لو واحد يفهم كده كويس اتحلت على طول دايما. ليه؟ انك لو واحد ممكن تبص هنا لندا كريتيكال على لندا العاديه هتبقى هي عباره عن مين؟ بي على مين؟ بي بتاعتك هتبقى على مين؟ على ان نود ايه؟ سي. انت مجرد هتسمع يعني انت هنا هتبقى اتش على ام نوت سي، وهنا هتبقى اتش على بي. طبعا هتلاقي ساعتها البي هي اللي هتتحدر فوق فهتطلع لك دي كده بي على ام نوت سي. خلاص؟ على فكره هي اتحلت على طول. انك انت من هنا لو واحد منكم بص ان العلاقه الاخيره دي ممكن تقول لي ان بي على هي كانها هي اي سكوير بي سكوير سي سكوير هي بي سكوير ناقص اي نوت صح ولا لا؟ طيب انا مجرد بس رفعت الطرفين هنا هي اي نقلت البارت ده جاب ده. من هنا اقدر اقول ان بي نفسها هي عباره عن جذر اي سكوير ناقص اي نوت سكوير تحت هنا اوفر سي. انا مجرد هنا هنقل السي ايه؟ خد البي دي عوض بيها مباشرة هنا. يعني كل ما فيها انا عملت ايه؟ انا جبت البي بس. انا جبت البي من هنا. لو واحد جاب البي من هنا هينزل سي سكوير تحت هياخد الجذر، فانا سبت الجذر فوق زي ما هو بس السي اللي موجودة تحت اخدت الروت بتاعتها ما بقتش هنا. دي هتطلع لك دايما على فكرة هنا. لو واحد اخدها هتطلع هي جذر اي سكوير ناقص اي نوت سكوير. بص هنا في ام نوت سي وهنا هيجي لك سي مره ثانيه، يبقى دي هتجي لك تحت هنا ام نوت سي سكوير. ممكن تشيل اي ام نوت سي سكوير وتكتبها هنا اي نوت. خلاص؟ يبقى دي الخطوه هتشيلها وتكتب بدلها. طيب لو حبيت تدخل دي جوه هتعمل ايه؟ هتربحها وتحطها تحت الايه؟ دي هنكتب لك على طول من هنا ان دي هتبقى جاهزه. اي على اي نود الكل سكوير، طبعا اي نود على اي نود هتبقى ماينس 1. طلعت الفورمولا اللي انت عاوزها مباشره انك انت كل ما فيها بس هتشيل اي نود دي وتكتب بدلها ام نود سي اي سكوير. خلاص؟ يعني عاده المسائل اللي زي دي اما بتيجي بتبقى سهله، بس المهم انك انت تبقى فاهم ايه الفرق لاندا كريتيكال ولاندا كومبتون او لاندا كومبتون ولاندا اللي هي بتاعت الجلوري هانسون. ادي كده بسرعه بس ابتديت تفكر في الايكويشن بتاعت الماس تست ماس بتوع الانرجي والمومنتم. الحاجه الثانيه انها بتربط مفهوم اللمبه كومبتون في كومبتون سكاترينج مع الجلوري ويف لينس كلهم بيجي في الذكرى. طيب المساله اللي فيها شويه تفكير شويه هي المساله رقم 2. فريق وقت القوه مفهوم كويس بقى.
يعرف. برضه بقى من الاخطاء الكومن، لو واحد عنده بارتكل بيتحرك، هل العلاقه دي تنفع؟ اما نشوف سي بتساوي لندا دي تنفع فقط لمين؟ الفوتون او اللايت او الالكترو ماجنتيك. ان الالكترو ماجنتيك سرعه كل الويف سي، لكن لما يكون عندك بارتكل بيتحرك هو هيتحرك بالجروب لوست، فما تقدرش تقول لي ابدا ان سرعته هي سي. معنى ان سرعته سي انك فرضته ان ماسلس بارتكل. خلي بالكم الحته دي مهمه جدا، انت منين بتجيب الماسلس بارتكل؟ لو حطيت هنا اي نوت بكام؟ بزيرو، فبتقول لي الانرجي هي عباره عن بي سي، وتقدر تقول الانرجي ساعتها هي اتش فين؟ في اف، وتكمل شغلك. فده معناها انك ما تحطش سي دي ابدا الا لو كانت الكتروماجنتيك او فوتو، يعني حاجه ماسلس بارتكل. اي حاجه ليها ماس لا يمكن ان السرعه بتاعتها تبقى سي، هتبقى السرعه بتاعتها في الحاله دي لو بتتعامل كويس هيبقى الجروب فلوستي. طيب لو سمحت بعد ما يعني النقط دي قدامك، حاول بقى تحل المساله دي من فوقك اللي هي موجوده. برضه هنا حاجتين مهمين واحنا بنشتغل. اما يقول لك شو ذا فريكونسي اف اند ويف لينث او ثري موفينج بارت، كلمه ثري موفينج بارت دي خلاص انت فهمت اللعبه، معناها ان البوتنشال انرجي بكام؟ بزيرو، مفيش بوتنشال اف، دي لازم تحطها في الاعتبار وانت بتشتغل. ار ريليتد بالريليشن دي، كاتب اف على سي بيساوي 1 على لندا زائد 1 على لندا لندا كريتيكال او لندا كومبون سكوير. وبيقول لك اثبت الريليشن دي في الاول، وبعدين بقى نمره بي هي اللي هي دي تقيله شويه. يعني دي بقى هاخدها ولا ايه ووريها لك ونقعد نبص فيها مع بعض شويه. ايه المقصود بيها؟ هي لما بحلها كلها عشان نمره بي الحقيقه، اللي هي نمره بي هي اللي فيها التفكير الناس اللي بيتكلم. صح؟ بعدين هنا بيقول لك لندا
انت معروف ان اللمبه دايما ريليتد لمين؟ للمومنتم. الكلام ده بلوري صح ولا غلط؟ طيب لندا سي اللي هي الكونتور اللي لسه واخدينها ان لندا سي اتش على ام نوت سي صح؟ واضح جدا لو دي سي سكوير حتى هنا معناها انها اتربطت على طول بالاي ايه؟ نون. فلو عندي فقره هي الريليشنز اللي قدامك هي طريقه محوره من ان ده التوتال انرجي ده كانه بي في سي سكوير ده كانه اللي هو الجزء الاخير اللي هو اي نود سكوير. فده اللي يخليك هتفكر انك تيوز الجنرال ريليشن. ما هو انت برضه لما بتيجي تحكم هتبتدي ازاي؟ بص ايه النقطه اللي عندك بتربطك ايه؟ بتربطك الاف وانت بتجد اف ريليتد للتوتال بتربطك اللندا واللندا انت عارف هي ريليتد لمين؟ للمومنت. هربطك الجهه الثانيه لندا سي كوم ولندا سي اساسا هي ثابت بلانك على ام نوت سي اللي هي ريليت اكتر للام للاي نوت تمام؟ خلاص خد اللي انا بقول لك عليه كده ابتدي اعملها بقى. خد هنا اي اتش ام سكوير عوض بي خد من هنا المومنتم اتش على لندا عوض بي سي تي محلها اكتبها ام نوت سي سكوير في الاول تمام؟ وشوف كده انت هتقسم وهتشقلبها ازاي بتحولها بقى الى ايه؟ الى لندا ايه؟ سي سكوير. اعملها comes from the right hand side and the left hand side. Comes from the right hand side. كم عدد الفوز اللي دي دلوقتي؟ الناس عوضت جت عوض مباشر، طبعا انت الدين هنا بص دي عوض. عاوز توصل اللي دي انا جبتها بسرعه ازاي؟ دي انت هتوصلها ايه؟ انها ام نوت سي سكوير صح ولا لا؟ هتشيل ام نوت سي بس وتكتب بدلها اتش على لندا ايه؟ هتلاقي الفورمولا دي بس يعني انت خلاص انت فهمت دي شلتها دايركت لاتش اف اتش هنا شلتها انك جبت المومنتم دايركت من العلاقه البي دي جبتها انها من هنا على طول ما هيتش على لا دي هتجيبها ازاي؟ انت عندك دي اساسا ام نوت سي سكوير كل سكوير ام نوت سي بس هتشيلها تكتب ده اتش على طب هتلاقي السكويرنج على طول هيطلع لك هي بانت من هنا على طول الفورمولا اللي لو خدتها على سي سكوير طبعا حطها في اتش مع اتش مع اتش دي واحده بعد كده اقسم على سي سكوير وطلعت الفورمولا اللي انت عاوزها على طول اللي هي اف سكوير على سي كل سكوير دي هي عباره عن واحد على لندا سكوير زائد واحد على لندا كريتيكال باشمهندسين لو سمحتوا بقى اللي قريتها او مفهومها اصعب شويه هي النقطه دي لو سمحت اقولها انا هقراها لك بس انت حاول شوف انت هتفهمها لو قريتها ايه المقصود؟ هو بيقول لك باختصار كده ان لا يمكن بارتكل وفوق اللندا بتاعتهم والفريكونسي بتاعتهم يكونوا يوصلوا ذا سيم يعني افهم كويس هو بيقول لك ايه؟ تخيل انك عندك بارتكل وعندك ايه؟ فوق الاثنين متواجدين في مكان ما لا يمكن اللندا والفريكونسي للفوتون تساوي اللندا والفريكونسي بتاعت البارتكل كده خلاص؟ دي عاوزك انك انت تثبتها انها دايما مش هتبقى ابسط حاجه افرض ان واحده منهم حتى بقى تكون ايكوال فتتاكد ان الثانيه لا يمكن تكون تسيب يا اما تختار الفريكونسي يا اما تختار اللي يعني ممكن طريقه تفكير يعني دلوقتي انا باجي اقول لك الاثنين دول
لا يمكن يتساووا في واحد واثنين. خلاص قول لو هما تساووا في واحد فممكن يتساووا في شخص حاجه واحده. اثبت ان الثانيه لا يمكن، او اثبت لو الثانيه دي تساوي فيها ان الاولانيه لا يمكن. فكروا بقى فيها كده. عمليه هي على فكره هنا واضحه جدا، بس لو واحد فكر كويس. بصوا كده، لو انا جبت لك بارت كده وقلت لك هو ماشي دي فريكوانسي، وجبت لك فوتون وهو ماشي دي نفس الفريكوانسي، يبقى انا هنا فرضت ان الاثنين يوم نفس الفريكوانسي. عاوز اثبت بقى ان لا يمكن اللمبه بتاعتهم تبقى زي سيجنال. طب بص كده، لو عندي فوتون دي فريكوانسي اف، تبقى اللمبه بتاعته ايه يا عم؟ سي ار اف، صح؟ طيب معنى كده كان الجزء اللي عندي تبقى هي اللمبه بتاعتي. بتاعت الفوتون، صح ولا لا؟ يعني بقول لك اهو، تخيل عندي بارتكل ماشي، البارتكل بيبقى ويف، فاي ويف في الدنيا تقدر تقول ليها ويف لينث او ليها فريكونسي. فانا بقول لك تخيلوا دلوقتي عندي بارتكل ماشي وعندي فوتون ماشي، الاثنين لحظيا هفترض انهم نفس الفريكونسي. خلاص يبقى معنى كده ان اللمبه بتاعت الفوتون ما تنساش هي اللمبه بتاعت الفوتون هتساوي ايه؟ سي على سي على، صح ولا لا؟ او ان اف على سي هي واحد على لندن. كويس، يبقى انا من المعلقه الاخيره دي ممكن اقول ان هنا بدايه دي اذا تساوى في الفريكوانسي معناها ان واحد على لندن بتاعت الفوتون سكوير اهي ان دي سكوير يساوي واحد على لندن سكوير زائد واحد على لندن كومبتون سكوير. باشمهندس بص هنا انت بتقول ايه بقى؟ انت عاوز تقول دي تساوي دي، صح ولا لا؟ عاوز تقول ان اللندا بتاعت الفوتون هي نفسها اللندا بتاعت البار. ده تحدث انت لو لندا سي تبقى بكام؟ هل دي ممكن تحصل؟ ليه بقى؟ ان هنا في ام نود لا يمكن تحدث طول ما ان في ماس. يبقى لو انت عندك حتى تساوي في الفريكونسي لا يمكن يتساوي في الويف ايه؟ لينث. ولو تساووا لك برضه في الويف لينث لا يمكن هتساووا لك ساعتها فين؟ في الفريكونسي. ليه؟ اللي تعالى عشان الناس تفهم، لو انا قلت لك حتى ان اف واف سيبنا اف خليها لندا ولندا الاثنين متساويين في اللندا. بص لندا ولندا دي حتى يعني دي ابسطه، يعني عشان كده انا ما ابتديتش بالتريفيال سوليوشن ده، ده اسهل بكتير. انت عندك لو البارتكل مشي وويف مشي، البارتكل دي هتمشي بسرعه الضوء ولا بالجروب؟ ها؟ بالجروب. البارتكل لازم هيمشي بايه؟ بالجروب. ده هيمشي بسرعه الضوء. واضح ان الجروب اقل كتير جدا من سرعه الضوء، يبقى معناها لو انت هتستخدم لندا في اف، هنا لندا في اف، سي بيساوي لندا في اف، لكن بي جروب بيساوي لندا في اف، لا يمكن لو تساووا في اللندات انه يتساووا فين؟ في فريت. فهي هنا او هنا لا يمكن. دي تثبت لك علاقه اللندا لو الاف ذا سيم، دي طبعا دايرت على طول لو اللندات ذا سيم لا يمكن الفريكونسي يكونوا ذا سيم. خلاص؟ ادي البروبلم 2 اللي موجود. انتوا في السكاشن حد حد شيء ده ولا لا؟ انا قلت لهم هيركزوا هم على بروبلمز 1 و 2. احنا بعد ما نخلص دول يعني تقريبا احنا هنبقى حلينا سبع مسائل من العشره الموجودين مع كل المالتي تشويس، هيبقى انت في الفيديو هتلاقي الباقيين وباقيين واضحين. انا عاوز الحاجات اللي هي تريكي زي دي، دي ممكن انت حتى لما بتسمعها في الفيديو ما بتفهمش هو عاوز يقول ايه، لكن كده اعتقد انها هتبقى كبير جدا. طبعا لو فاتت منكم حاجه يا جماعه الفيديو هيبقى واضح، الوضع تسمعوه بطريقتين مختلفتين لان الفيديو عامل دكتور مهدي، فحتى يعني تسمع طريق اكتر من واحد. طيب لو سمحت دي واحده، حل نمره اربعه. هي نمره اربعه بس بتفكرك في حاجات قلناها، يعني هي ستريت فورورد تقريبا، لكن عشان تخلي بالك بس من فورمولا احنا اخدناها ثلاثة. على فكرة هي تعويض مباشر، فثلاثة مش هتسبب لك مشكلة. هي أربعة فيها بس حاجة تفكرها لك عشان يعني إن أنت اشتغلت قبل كده. وخمسة، هي خمسة مهمة جدا. يعني أربعة وخمسة، خمسة أيديا بتاعتها هي المهمة.
المنطقه او ايبل اي او ان ايبل اي بي بي بحط اي بي بي بعد شويه يبقى A و B الاثنين نان الاثنين ريلاتيفيستكس
هنا هنستخدم الريلاتيفستيك رينج. طيب بصوا بقى بتطبق على نمرة خمسة. نمرة خمسة بالذات هي أهمية الإلكترون مايكروسكوب. فتفكير بقى تشوف نمرة خمسة اقراها كويس بس تحاول تفهمها. مرة تالتة مرة رابعة في بعض السامبل زي الناس
بتبقى عارفه ان هي ما بتتاخدش على مره واحده، ده كل 3 اشهر بتقول له عيد التست تاني، فمعنى كده ان هو هيكسر الدماغ او الكوما وياخد الثامن مره. عشان كده بيفضل لو احنا نقدر نقيس السامبل دي من غير ما نعمل لها دمج، عشان لو في اكتر من تيست اقدر احتفظ بالخلايا دي على الاقل اعمل بيها كل التيست بدل ما اخد سامبلز كتير. طيب المثال هنا عشان تفهم الفرق في الالكترومغنيتيك وفي الحاجات بتاعه التيوب. الالكترومغنيتيك انت عندك بلندر هتضطر انك تستخدم دايما اكس راي او حاجه صغيره. ليه؟ العينة لو عندك زي ما اديتها لك في المثال يعني بيقول لك ان العينة بتقول 10 امبس ولا 10 نانوميتر؟ 10 نانوميتر. 10 نانوميتر على 100 امبس. معنى كده ان الويف لينث اللي لازم تستخدمه لازم يكون ويف لينث في نفس الاوردر. يبقى خلاص، يبقى انا على الاقل المنظر اللي انا عاوزها لازم اساوي اللي هستخدمها عشان اقدر اشوف العينة دي على الاقل نانوميتر او 10 نانوميتر او 100. طيب ايه المشكله؟ المشكله لو انت استخدمت الكترو ماجنتيك. الالكترو ماجنتيك الحاجه الاساسيه اللي بتحصل فيها ان لما الفوتون بينزل الخليه بتمتصه بالكامل، يبقى هو بياخد التوتال انرجي بتاعت الفوتون. خلاص؟ انت بتشوف لكن هو بيمتص الفوتون. معنى كده ان هو امتص انرجي اتش اف، واحنا عارفين نشوف اتش اف، انت عارف طبعا اتش اف هتبقى اتش في سي على ايه؟ لما، صح؟ طيب كل ما كان الويف لينس صغير معنى كده ان الانرجي بتاعت الفوتون اللي هستخدمها هتبقى قويه، معنى انا هدمج معاها. يبقى خلاص في الالكترومغنيتيك ويفز نو واي، انك انت عندك الانرجي بتاعت الفوتون عاليه ان اللمبه قصيره، فهيبقى طبيعي المقدار ده كبير، ده بيبقى كافي غالبا انك تشوف العينه تعرف العين اللي كان موجود، لكن العينه كومبليتلي غالبا دمجت. تعالى بقى العكس، لو انا بدل ما هستخدم الكتروماجنتيك ده اللي احنا عايزين نعمله ان احنا هنستخدم الويف المصاحبه بالالكترونز. طيب نفهم حاجه مهمه، انا النهارده لو جيت عينه بسيطه قوي انا عاوز اخلي الويف لينث بتاعها كام؟ 10. اللعبه اللي هتعملها لما بتاع الفلوري بيكون اتش على مين؟ يبقى انا الالكترون بتاعي هكبر المومنتوم بتاعه بقدر الايه؟ المستطاع لغايه ما اخلي ان اللمبة بتاعتي دي هي توصل لكام برضه؟ 10 نانوميتر. ما انا ما اقدرش انزل عن كده، انا لازم على الاقل تبقى ممكن انزل بس معناه ان انا هزود المومنتوم، انا عاوز اقل حاجه اقدر استخدمها اللي هي 10 نانو ميتر. طيب سؤال بس مهم، لو انا بقى جبت الكترون جريته هنا وخبطت بيه الخليه، هل الخليه بتمتص الالكترون كله ولا بتمتص الكينيتيك انرجي بتاعته بس؟ كينيتيك انرجي بس، انك انت الالكترون هي لو هيحصل ايه؟ لو وقفت الفوتون، لو وقفت الالكترون خلاص الحاجه اللي هي زادت فيها هي الكينيتيك انرجي، يبقى العينه اما هتمتص هي هتمتص فقط الكينيتيك انرجي بتاعت الالكترون، هي ما بتمتص الالكترون نفسه، الالكترون نفسه بيقف في البلازما او بيقف في الدم او بيقف في الحاجه اللي هي حواليها خلص، لكن هو مجرد انه بيفقد الكينيتيك. طيب يبقى انا دلوقتي عاوز اعمل ايه؟ انا هبقى عارف المومنتم محتاج من المومنتم ده انا احسب مين؟ الكينيتيك ايه؟ انرجي. هقارن بقى الكينيتيك انرجي دي اللي هتمتصها الخليه بالانرجي بتاعت الفوتون اذا كنت انا استخدمت الكتروماجنتيك وين؟ فاهمين دلوقتي انت هيبقى قدامك تو اوبشن، عاوز تشوف ال 10 نانوميتر يا هتشوفها بالالكترون ماجنتيك يا اما هتشوفها بالالكترون العادي. لو شفتها بالالكترون ماجنتيك ويف الخليه عندك هتمتص هذه الانرجي اللي هي اتش سي على واحد، وعاوزين نشوف الانرجي دي كام. لو انت هتشوف نفس الحاجه اللي عاوز تتفرج عليها نفس ال 10 نانوميتر بس عاوز تشوفها بالالكترون، اما هتشوف هذا الالكترون انت هتقدر تحسب المومنتم بتاع الالكترون، من المومنتم بتاع الالكترون ممكن تحسب الكينيتيك انرجي، اما تحسب الكينيتيك انرجي بتاعته هي دي الحاجه اللي هتمتصها الخليه. احسبوا بقى الكينيتيك انرجي هنا والكينيتيك انرجي هنا، هتجد ان الكينيتيك انرجي هنا اقل من هنا 1000 مره وشويه. معنى كده انك هتشوف نفس الفانكشناليتي
هتشوف نفس الحاجه، هتدرس نفس الحاجه اللي انت عاوزها، لكن احتمال ان انا ادمر الخليه اقل بكتير جدا من نسبه 1 على 1000. انتوها الفكره بتاعتها؟ تعالى بقى اعملها بالارقام بقى دلوقتي. ابتدوا يسيبوها. اول حاجه خطوه بقى خطوه، ابتدي اي سي دي دي 10 نانومتر، حط بي سي ثابت بلانك عندك، ادي المنطقه، احسب الاي بتاعت الفوتون في الحاله دي. بصوا اما تيجوا تستخدموا دي، انا هروح بس على حاجه بس باشمهندسين اصلا. اما تيجوا تستخدموا دي بسرعه كده ابتدي نون ريلاتيفيست. ما تتخطش، ما انا هقول لك ليه بس. افرض واحد منكم استخدم نون ريلاتيفيست وقالوا له العدل كينيتيك انرجي دي حاجه مهوله اكبر من الايمون، طبعا يبقى في كده حاجه غلط، يبقى ارجع ساعتها استخدم اللي هي الريلاتيفيستك. لكن افرضوا واحد بقى حسب دي فعلا وطلعت كميه صغيره جدا طبقا للريسم الاساسي، حساباته سليمه، مفيش داعي بقى لتضييع الايه؟ الوقت، دي دايما نبتدي كده، يعني انت لو شكيت ابتدي نون ريلاتيفيستك وشوف الكينيتيك انرجي. طبعا لو لقيت الكينيتيك انرجي دي قد ام نوت سي سكوير كذا مره اعرف ان في حاجه غلط، لان الكينيتيك انرجي مهوله، ارجع استخدم النان. عملت في بعض الناس في امتحانات كتيره يقول لك انا طب انا اعمل بعد مليون، يعني هبتدي نان ريلاتيفيستك خلاص، ابتدي بالنان ريلاتيفيستك، مش هتضيع، هي هتاخد منك دقيقه زياده او دقيقتين، لكن الحل هيطلع. لو جربتوها دي على فكره هتلاقوا خطا في الكيس ده هي هيطلع قليل جدا، لان هي فعلا نان ريلاتيفيستك، يعني هي الكينيتيك انرجي، الانرجي بتاعتها قليله مش انرجي عاليه. ابتدي احسبها بقى. اه بس طبعا انرجي عاليه مش بالنسبه لك انت، انرجي عاليه بالنسبه للخليه، يعني انت برضه لازم تفهم انت بتتكلم مش حاجه هتخبطك انت كجسم، ده بتخبط خليه بري يعني سيستم في حدود ال 1000، فهي برضه الانرجي بالنسبه لها هي قد ايه؟ بالنسبه للبانك انرجي بتاع غلاف الخليه انك تقدر تعملها دامج او. طيب المينتو عاوز ايه؟ اخدها بقى بالارقام. انا هنا هحسبها لك هديها لك على طول. الاولانيه اللي هي هتدي لك الانرجي بتاع الفوتون 1.99 في 10 17 جول. تمام؟ يعني انت لو حسبتها دي القيمه اللي هتديها لك بجول. عاوز تحول الكمبيوتر تحول، دي مش مشكله، لكن انا اقصد لو انا هعمل مقارنه فانا هقارن بجول بجول. الثانيه لو جيت تحسبها بقى، انا قلت لك من هنا انت هتجيب البي، بعد كده هتحسب الكينيتيك انرجي بطريقه كلاسيكا اللي هي اي سكوير على 2 ام. ده هي لما هتيجي تحسبها اللي هي الكينيتيك انرجي في الحاله الثانيه اللي هي بتاعت الدوري، هتطلع لك 2.41 في 10 اس ناقص 21 جول. طبعا بص يا اخوانا، دي 10 اس ناقص كام؟ 17. هنا 10 اس ناقص 21، يعني الثانية أقل تقريبا 1000 مرة. عشان كده الناس النهاردة دايما في التيومرز والحاجات دي هي بتستخدم الإلكترون مايكروسكوب في الرؤية أو في الحاجات دي أفضل بكتير من إنها تستخدم اللي هي الحاجة الخاصة ب الإكس راي أو الفوتوفيلاتشن. ادي المساله دي. الناس الثانيه لو هتكمل انا فاضل مساله واحده احب ان انا اناقشها معاك بس عشان تاخد بالك منها، ان انا حددت لك واحده على الانسرتينتي بس ما حددتلكش حاجه بتتغير مع التايم. ف فاضل كده المساله رقم 8. ايه دي اخر واحده؟ الفرق مش كبير. هو قال لك اشتغل لو اشتغلت نان ريلاتيفيستك عادي هيطلع لك بس في الاخر، هيطلع لك بس في الاخر حاجه هتطلع لك كينيتيك انرجي اكبر من الناس بكتير، ساعتها انت بتقدر تغير. انما كينيتيك انرجي كده كده صغير جدا مش هتعرف تعمل حاجه. حتى لو عندك كينيتيك انرجي لو 5 لسه هتحصل كينيتيك انرجي بتاعك ماشي.
الجهات ال الفريكونسي، عاوزك تحسب الويف لينث للإميتد فوتون
وبعد كده بيقول لك خلي بالك بقى الجايه هي الاخيره هي سي هي اللي تهمني بيقول لك الانسرتينيتي ان انرجي اند فريكونسي اوف ذا فورس يعني هو الاول عاوز يحسب الفريكونسي جماعه يلاحظ دايما الانسرتينيتي تظهر فين هل انا بحسب كميه معينه ولا لو بحسب حاجتين سيمالتينيسلي هي دي نقطه مهمه جدا يبقى اذا انا هقول لك احسب فريكونسي طول ما انا ما بقولكش احسب مع حاجه ثانيه ما عندكش اي نسبه ايرور انت بيهمك تحسب كميه واحده الانسرتينيتي مشكلتها لو بتحسب مومنتم وبوزيشن في نفس الوقت يعني خلي بالكم من الحته دي يعني لو انا قلت له احسب مومنتم من غير البوزيشن ده ممكن يكسبه كويس جدا لكن هي مشكله لما اقول احسب مومنتم وبوزيشن والخطوه الثانيه اللي هي الانرجي مع مين؟ مع طيب هنا العمليه بسيطه جدا في اول مطلوب حاجه اسهل ليه اول مطلوب سهل؟ ان هو بيقول لك احسب الفريكونسي ده طيب هو لو نزل من هنا لهنا هيفقد نفس الفريكونسي ولا لا؟ طيب دي هتفقد على هيئه فوتون يبقى هتفقد على اتش في يبقى انت هتاخد 1.8 الكترون فولت اساوي اتش في اف ومن هنا هتفقد اف ده بعد ما انك انت هتجيب الاف سهله جدا انك انت تعلم ان السي على لندا هي دي هتجيب الايه؟ يبقى مطلوب اول والثاني دول ما فيهمش اي مشكله لا ويف لينث ولا طيب ركز بقى هو دلوقتي بيقول لك ايه؟ بيقول لك عاوز يحسب الانسرتينتي في الانرجي يعرف الانسرتينتي فين؟ في الانرجي والتايم طبعا خلاص هو دلوقتي عشان يعني ايه الانسرتينتي؟ هو عاوز يعرف هو المفروض هنا يقيس انرجي قدرها كام؟ 1.8 صح ولا لا؟ هو عنده كمان ده بينط في زمن معين هو عاوز يحسب الانرجي دي هتتغير قد ايه مع التايم او مع الفريكونسي ما هو مقلوب التايم هو الفريكونسي فهو دلوقتي عاوز يعمل يعني هو عاوز يعمل تجربه وهو نازل عاوز يعرف هو هينزل في قد ايه وفي نفس الوقت نسبة الانرجي كده يبقى هو عايز يحسب الـ E والـ T in the same time يبقى في الحالة دي هتستخدم الـ uncertainty هتلاقي تحسب الـ uncertainty هتبقى عندك دلتا E دلتا T في الحالة ده هي دي المفروض انها أكبر منها أكثر من اختبار على كام؟ على كام؟ خلاص؟ أنت عارف إن هو الترانزيشن ده تم في قد إيه؟ 2 مايكرو سكند يبقى انت عندك الدلتا تي بتاعتك ده هي 2 مايكرو سكند كده تقدر تحسب مين بقى؟ دلتا اي طيب لو انت عرفت دلتا اي تقدر تعرف دلتا اف ولا لا؟ اه طبعا يعني واحد منكم النهارده عرف الخطا هنا دلتا اي قد ايه؟ يقدر يعرف ان هنا على طول مين؟ دلتا اف قد ايه اللي هي موجوده عنده يبقى تقدر تحسب دلتا اي وتقدر تحسب دلتا اف اللي موجوده عنده بصوا بقى الحقيقه المساله دي عاوز اقول لكم حاجه لازم تكون حريص شويه وانت بتحسبوا الارقام بتاعتك بصوا انا الانرجي عندنا كام؟ 1.8 اما حسبت دلتا اي عشان كده بقول لكم ركزوا على الارقام بصوا دلتا اي كام بقى؟ يعني ادي دي عندك ايه؟ الدلتا اي اما هتحسبوها من الانسر تنتي هتلاقوا الفاليو بتاعتها 1.65 × 10⁻¹ الكترون. انتوا متخيلين بقى نسبة الخطأ، كان خطأ قليل ولا لا؟ انت متخيل هنا حاجة بالالكترون فولت والخطأ بتاعها حاجة في 10 أس ناقص كام؟ 10 الكترون فولت، فهمت؟ يعني إذا هنا الأنسرتينيتي بتقول لك فاليو صغيرة جدا اللي ممكن يحصل فيها الخطأ ولكن في منتهى الأهمية. عارفين دي برضه أهميتها زي إيه يا إخوانا؟ في الدلتا دي ودلتا إكس. في واحدة بس عشان الناس برضه تفهم. أما تيجوا تحسبوا الدلتا إكس هتلاقوا حاجة صغيرة جدا. أه بس تعالوا بقى زي عمليات الليزك أو الليزر. أنا عاوز أنزل في بوزيشن. لو نزلت دلتا إكس يمين أو دلتا إكس شمال لبست العصب البصر اضطرت العين كلها. فهنا بقى تهتم طبعًا بإيه؟ بالدلتا دي أوي. فاهمين؟ يعني حقيقي أنت بتشوف إن الدلتا دي مقدار صغير. هنا مش هتفرق لو انرجي نازله او حاجه هتلاقي فرق الانرجي صغير لكن ممكن بوزيشن برضه تجده صغير لكن حاجه حساسه زي عصب العين او حاجه لازم انت تبقى ديزاين انك انت بعيد عنها بالقدر الكافي انها ما تضربش في العصب البصري او تضربها في حاجه
في رايان بالذات الطياره سايقه، ده اللي كان بتحصل بعض المشاكل فعلا اللي بتحصل في اثناءها. طيب برضه نفس الحكايه عشان برضه تتخيلوا الفريكونسي اللي انت شغال بيها هتحسبها، انا برضه هديك قيم الفريكونسي برضه هنا الفريكونسي بتاعتك اللي هي هتحسبها من الخطوه الاولانيه هتديك الفريكونسي 4.34 10-14 هرتز. الدلتا اف الخطا اللي في الدلتا اف هتحسبه هيبقى الدولار بتاع 39.81 كيلو هرتز يعني 10 اس 3. انت متخيلين هنا الفرق قد ايه؟ 10 اس 3 و 10 اس 14 ده فرق كبير جدا، يعني 1 على 10000 مليون في المية ده نسبة الخطأ. ولكن الفريكونسي دي النهارده ديتكتبل، الفريكونسي ده اقدر اقيسها بسهوله جدا، واقدر ان انا في الكوميونيكيشن سيستم ولا حاجه الطرق اللي زي دي اقدر ان انا ادكتها واعمل بيها شغل كويس فيه. عشان طبعا الحاجات دي خطيره فين مثلا؟ حول يعتبر غير انت بترقص زي بالظبط اللي هي الصواريخ بتاعت باتريك، صواريخ اللي هي بتبقى مضاده ليه مثلا او بتعترض من حاجه اللي قدامك. طيب هو تخيل انت المفروض تقبل فريكونسي معين، الجهاز بتاعك هيحصل فيه نسبه خطا معينه، لو الجهاز ده نتيجه النسبه اي هي نسبه صغيره لكن ما قدرش يحدد المكان اكزاكت هيوصل الصاروخ ده الى الهدف بتاعه. طبعا في حاجه هتعرفوها بعد كده يعني خاصه في لما تدرس بس الكوميونيكيشن اللي هي الديلي اللي بيحصل نتيجه تحرك السورس او حاجه زي كده هتلاقي في ديلي في الفريكونسي. المهم ان الديلي في الفريكونسي دي يحصل يكون اقل من ده عشان اقدر احدد الفريكونسي بطريقه دقيقه، وهو اكتر من ده هتبقى عشان كده بقى يعني ليه انا بعلمك من دلوقتي دايما في انسرتينتي، بس انا مش عاوز تبقى متخيل انسرتينتي دي يعني كميات كبيره، بالعكس هي كميات ايه؟